لانه انا كي تحدثت لك على الاولاد على بالي باسكو احنا الرجال اولادنا هما اللي كي ما نقدروش نديروا لهم حاجه نتقهروا تحس انا ما عنديش دوك داري وين يلعبوا ما كاش دار قالي انا بنتي قالت لي جيب لي طابلات انا غير نخمم طفله تجيب لك 8 ونص معدل 9 المعدل تجيب طابلات هي ما تعرفش ايش معناتها طابلات ابيها ما عندوش صح انت قلبك يبقى غالي انا اكيد الاذراري راه نعرف قيمه الوالدين اكثر احنا صح ما نعرفوش قيمه الوالدين غير النهار اللي نجيبوا لنا النهار اللي الله عز وجل يرزقنا بالذريه هاك نهار تعرف قيمه الوالدين وتعرف قيمه الاطفال وتعرف والديك واش سوف له عليك انت تمرض راك في الدار باباك يجي ما تعرفش منين جاب الدراهم باش يديك الطبيب وجابك انا الاب تاعي سوف له مية انا كنت كي هاكا وكما نزغلش ما نزغلش انا الاب تاعي كان يديني يدير ليديكاسيون صباح ويجيبني عشيه تسلف دراهم باش يربي الطوموبيل تمرمد عليا سوف له عليا انا عندي وين يعمل اب الحمد لله ربي